منذ ذلك الرعيل الأول منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزح الدم الشريف الطاهر المبارك عن جبينه الجبين الأغر الجبين الطاهر المقدس. أنا طالب محمد سعيد حاج عمر، أكرمني الله سبحانه وتعالى بإتمام حفظ كتاب الله عز وجل. فخلال ما يقارب السنتين أو ثلاث سنين تقريبا أتم الله سبحانه وتعالى عليه بحفظ كتاب الله على ظهر قلب بفضل الله عز وجل. كان هذا المعهد بمعهد زيد بن ثابت، أتميت هذا الحفظ بمعهد زيد بن ثابت يعني المتمثل بجمعية البيان جمعية الهدى، جزاهم الله خير، أشكرهم نيابة عن نفسي ونيابة عن إخواني الذين بذلوا ما بذلوا يعني في تحصيل كتاب الله عز وجل، وأشكر إخواني الذين قاموا وبذلوا في تحصيل في يعني إنجاح هذا المشروع الضخم العظيم لحفظة كتاب الله، الذين هم يعني نواة هذه الأمة الإسلامية بإذن الله عز وجل، الذين يكون النصر على أيديهم حفظة كتاب الله عز وجل. هذا المعهد بإذن الله يعني يؤمن للطالب الراحة، يؤمن له الأساليب التي تعينه على حفظ كتاب الله عز وجل. حفظ كتاب الله سهل ميسر على من يسره الله، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر، فما أجمل أن يحفظ الإنسان كتاب الله. فالعاقبة لمن يحفظ كتاب الله أن يلبسه الله سبحانه وتعالى تاج الوقار، ويلبس والده تاج الوقار، ويدخل الجنة بهذا القرآن، ويكون هذا القرآن شفيعا له ولأهله ولأصحابه وللمسلمين، ويكون له شفيعا في قبره أولا، ويكون له الدرجات العليا في الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. مبارك يا براء، لقد رفعت رأسي عاليا، كم كنت أتمنى أن تكون معنا أم عبد الله رحمه الله. بارك الله بك يا أبي، والله لقد كنت لي نعم العمل، جزاك الله عني كل خير. على طالب عمر علاق أن يتفضل جزاك الله خير. للحافظين للمدرسين، للحافظين للمدرسين.